المناظره اللي نظمها اللي نظمتها الوزاره ديال السكنه والتعمير، هذه مبادره مهمه دارت باش نعرفوا شنو من المشاكل ديال القطاع العقاري. حاليا هذا القطاع كينم من بعد المشاكل، وبهذه المناسبه هذه كنتمنوا نخرجوا بواحد النتيجه اللي غتعطي واحد الدعم للقطاع، ونحاولوا ك جميع المتدخلين في القطاع يكونوا يعني كونسيون باللي كاين مشكل، وهذا المشكل ما يمكن له يتحل الا بالاراده، بيان سور الاراده السياسيه، او ان ميم طون الاراده ديال جميع المتدخلين، كو ساسوا المهندس المعماري، كو ساسوا المقاول العقاري، كو ساسوا الموثق، كو ساسوا الوكيل العقاري اللي كيلعب دور كبير، واللي كنتمناو هاد المهنه ديال الوكيل العقاري تخرج للوجود باش تقنن، والقطاع يكون متقن جميع الوسائل ديالو وجميع القطاعات. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.